نريد كلمة لحزب حدس. والله يعني الحزب الحدس، وكلمة حدس ده اختصار للحزب الديمقراطي السلفي. أقول لهم توبوا إلى الله عز وجل، هذا ما أريد أن أقول، توبوا إلى الله، فإن الله تعالى لا يرفع من سلك طريق الدعوة إلا إذا سار في هذا الطريق. أما الذين يريدون أن يخلطوا الدنيا بالآخرة، وأن يخلطوا الأطماع بالأهواء بالمصالح بالدين، هذا كله شيئا واحدا، هيهات أن يتم لهم ذلك.